بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فحصها الفستان فبانت واضحة من دون خفايا. هي يرضى الطائفي بالراحة سولف بيه، باب خبزته هذا يعيش عليه، على حزن الثكالة بعض يقتاتون، المهيم عند الربيح والوارد يجني. يتخذ الإسلام معاشا يفترش التزييف فراشا وينشرع قتله في آية، يقتات على قتل الناس وينشرع قتله في آية. وإني أحكي إنصافا ولا أخشى لسيف الجهل والتكفير أن ينضغى، فأنا لا أعتمد النقلا وأحكم في النص العقلا. النص يحرف أحيانا ويغير معناه لغاية. جاءتنا حكايات وأقوال عظيمات كثيرات، نقدسها نعظمها نوجدها
ولكن دون أن تطرف قراءاته. فمنع في التحقيق عنيد. في كل مجال تلقاه وله في الأخبار دراية. في كل مجال تلقاه وله في الأخبار دراية. والتدقيق والبحث لتمييز سمين القول من غثه، فلا نصغي إلى أقوال من يرثيه. فإن النقل في نور وفي شعث تبسل والعصرة والبعض. اختلفت فيه الكتاب ما بين المثبت والنافي، لا بد لبحث وعناية. ما بين المثبت والنافي، لا بد لبحث وعناية. الشيخ المفيد أنكر الحالة وراه الطبرسي بالنفي برالة، وابن الطقطقي والأربلي قبله، ونفاه الحلي اذهب راجع أقواله. فالبعض ومحسن والضيل أوهام من نسج خيال قد نقلت من غير رعاية. أوهام من نسج خيال قد نقلت من غير رعاية. مع النقل تحدثنا، وبالتحقيق والتدقيق إبطالوا. وستبقى الزهراء مناوير، ولهدي القرآن حضارة. شعار التوحيد الراية،
شهر للعلم وللتقوى وشعار التوحيد الراية.